هذه الدقه هذه نفس ما صار المره الاولى بدون ضوء وانحسبت. هذا ما اعذر انحسبت. طيب على كيف يحسبها الاولى انحسبت؟ ها هم قالوا الاولى انحسبت الحين دقيقه الاضواء اخذ وانا اجيك معك. ما تصدقون اللي طلعني برايي من هذا يا عيال بهاج داسوس والله العظيم بهاج داسوس ما طلع علي قسما بالله شغلكم الاولى انا ما لحقت على شيء بس هي بجالس هي الاساسيه هذه حقت العلامه الخضراء والصوت من اللي يقوله هذا اذا قاله هيا قالكم اللي ضال خضراء والصوت لا لا هذا حقتي لا هذه المنطقه تجمع خلاص خلاص اي نقطه تجمع باج انحب والله اه يا ريت حد يعيد يشوف وش صار ليش نادى حماده لا مش مش يقول عاد سياف سياف يا كان عجب الغنم لو حماده انت اول واحد ترى ما صدقت نشوف قول حماده شوي والله العظيم ما له قصد فيها قسما بالله امشي امشي انا كم تاكي معي رجال خلاص انتهت الدقيقه لا مشي انا مشي انا خلاص انتهت الدقيقه انت يحسبون كل ما قاعد اطق عاد نقاط اكثر سويدين سويدين كيف ستة خلاص خلصت احنا صرنا 17 احلف تصدقون يا شباب اني طلعت بظلم ابراهيم ابراهيم ذا راحت علي 1500 نقطة ان جيت معنا طيب لا جيت متأخر ما لحقت صلاتك ما حضرتي كلها سبوا غياب على قدام فوكس انت ناخذ ماخذ نجم الغياب سوى 1500 سوى ماخذ نجم الغياب فوكس طيب عطنا 1500 حق ذي وشوف على ورس شفنا هذا شغال في فوكس ترى لا ما شغال انت تتابع احصائيات وتعرف سوى بس والله ما انفقع راسك بذا لا يا لا تروحون لا تروحون تعال عبود تعال خلاص تعالوا شويه بيكم طيب ابيكم ممكن شويه بيكم ممكن تفضل يلا بروح بلعب المرجع ذحيك بيحصل لكم بزر ما حد بجاي قاعد خلاص طقت وياه شويه بيكم ها ابيكم خلاص لا تقول ها ابيكم دقيقتين طيب يلا طيب ها يلا ها انتظروا دقيقتين يلا ها بس يلا عشان توت يلا اتحداك من هذه ها يا أيوه. انتم تكلبون مع بعض عيال كلبون دور مع بعض يلا ذيك ايه يلا عيال نقد اصبر خلينا نشوف حماد كفو حماده كفو هذا الضفدع الاول الله ما تقدرون مثلي لا لا شقت رجلي شقت رجلي يا عبود مشتركم خلاص روحوا روحوا انا عجز انا عجز وانا اقول لكم تفضلوا ما تفهموا في الاخير ترجعوا شقت رجلي وش هو يا ابو هاج طيب لو قدرت قلت لكم يا عيال دقائق والله الحين ما ارتحت وش نسوي يعني الحين والله مخين شقت رجلي يا ولد يا بعد يا شباب اعطونا علم تاخرت عنكم انا ولا نجلس يا ولد نروح ولا نجلس يا رجي دقيقه تكفون ابي اجي اسوي شيء ترى ما تعرف تسوي انا اجي اضبطه يا ولد انا ما بطلع ابراهيم يا عبودي والله لو معكم لكس يا عبودي يا عبودي يا ابو توته يا عبودي ذكرني بصوته يا حمد من صوته وقف الثوب قد جلست القطو معي راح ادور العمود حماد راحي وين يا ولد لا ما بطلع ما بطلع والله يا ولد ما بطلع يا ولد يا ولد ما بيطلع يا بس يا بس نطلبوا فيه الحين باب ابيض خلاص يقول ما يبغى يطلع شوي فيه مشتد بزياده مستوصف والله مو بداره ابي اجي يا ثامر صدقني بس اعطيه خمس دقائق اوفر يبغى يعيش من الاسترخاء حماده اسال اداره الهواوين لا مصيبه هذه حماده انت تخطيت الحدود اسال اداره الهواوين
انا وين في محدود بالله دف افتح الباب افتح الباب يا حماد يا عيال حماد افتح الباب ابو زيدان ناصر الحربي ترك الدوسري كذا ونعم كيف فتحت الباب يا ام عزيز كيف فتحته مفتوح مفتوح لا خليني اشخص قدامه انك كسرته انت نفس حماد على اساس حماد يا حبيبنا المطروين ها عرفت الهواء وين المطروين عرفت الذبه فهمت انت ولا ما فهمت صح خلاص اوكي الله. اشوف امك مستانس يوم كلمه تدرى مفتكه اي اي تقول لك عبودي لا تجيني عبودي عبودي حماده تقول لا تجيني لاني والله ما فقدت سمع عبد الله والله ما شبلس الله لا يحرمك اياها ولا يحرمها اياها اللهم امين على اساس انه حماده يعني هذا صوت خوي يا عيال متسابقين جوا شل الخبث